لو بتلاحظ كل وزارات الحكومة في هذا الأوتسوس، من ضمنهم حتى البحرينيين بعقود موجودين عندهم، من ضمنهم وزارة العمل، وأنا رحت لهم من مدة أسبوع، ما يقارب 25 شخص عندهم هم بعد بحرينيين وبعقود مو مثبتين. يعني صرحون لك إلا إحنا وظفنا 29,000، أنت اللي عندك في دارك ما وظفتهم، أنت توظف 29، لو توظف 5 أنا استقيل، وقلت في المجلس السابق. للأسف إحنا نتمنى من الحكومة، وإذا كانت جادة في بحرنة الوظائف تلقي عقود الأوتسوس وتوظف بحرينيين. الأوتسوس أنا أجيب بشركة في الأوتسوس بحريني وأحطه كأنهم متاجرة بالبشر، أحطه في الوزارة ويشتغل في الوزارة بس بعقد الأوتسوس، يعطونا 450 إذا كان جامعي، ينحسب على الوزارة ما يقارب 1200. إيش معناته؟ من الذي الشركات؟ أنا أعطي المواطن 450 وتحسب الحكومة تدفع، ومن وين من أي بند يدفعون له؟ أي بند؟ بند المشاريع يدفعون له؟ إذا الحكومة تقدر تقول لنا من أي بند، ممكن بفضل يوضح لنا من أي بند يدفعون الرواتب هذا الأوتسوس. هل معقولة أنا مواطن أدفع له 1200 والشركة تعطي 450؟ إيش معناته؟ معناته متاجرة؟ هل الحكومة ترضى على هاي المواطن؟ أنا أتمنى يكون الحكومة جادة بتوظيف البحرينيين. ما يخلى بيت، أنت يا معالي الرئيس فتحت مجلسك وشفت العالم إيش كثر تيلك بالأوتسوس، وكل النواب هني اسألهم واحد واحد إيش كثر عندهم حق توظيف. ما يخلى بيت بحريني ما في الواحد والاثنين والثلاثة، ادفعوا عليهم فلوس في الجامعات، والجامعات ما ترحم، أقل كورس بيأخذونه ب14,000. وينهم؟ حتى الهيئات الحكومية نتمنى منهم، روح شوف بابكو ايش عنده، كله بالأوتسوس. ألبا ايش عنده الأوتسوس؟ ألبا شركات يمكن 4 أو 5 الأوتسوس. احنا نتمنى ينهون هاي العقود. حط البحريني، لمة البحريني، انت تشوف الواتساب الحين شنو ايش فيه؟ التواصل الاجتماعي الكل ضاج، البحريني يرجح من كل مكان. يعني ما تي مايلس ما يتكلمونك عنه ما في الأوتسوس. يا اخي لازم حل. هذا الحين احنا العقد الخامس راح، واحنا حندشنا في السادس، نفس الشيء، كلنا نتكلم نفس الحكي، لكن نتمنى من الحكومه تكون جاده. الدول حوالينا خذت الجاده في هاي الامور،